عندنا متابعين اليوم السابع، مرحب بيكم في فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة معانا فنان مختلف، معانا المهندس عمر الصالحي. اكتشف موهبته بالصدفة، يعني قدر انه يحول القطع الخشبية لمجسمات صغيرة 3D. الاشكال الكرتونية اللي احنا عارفينها وبنشوفها في التلفزيون، عمر ابتدى ان هو ينحتها على الخشب ويحولها لقطع فنية. عمر لما يعني قبل 9 سنين اكتشف الموهبة دي وهو لسه طالب في كلية الزراعة، ابتدى يفرغ نفسه للموهبة دي الى يعني بعد 9 سنين النهاردة اصبح واحد من الفنانين المميزين اللي ليهم شغل بيتسوق برا مصر وجوه مصر. احنا هنتعرف منه على حكايته وعلى بدايته. انا عمر الصالحي الشهير بنمنم، فنان تشكيلي ونحات مصغرات، بقالي في المجال ده تقريبا 8 سنين ونص. البداية كانت من خلال النت، ان انا شفت نماذج لناس اجانب، عجبني جدا دقة التفاصيل والحجم الصغير اللي كانوا بيشتغلوا بيه، فقلت ليه لا، ممكن اجرب اطلع حاجة شبه كده. بدأت ان انا اعمل حاجات طبعا بخبرة مش موجودة تماما، بعلم نفسي من الصفر. عملت كذا نموذج بتفاصيل بسيطة جدا وعرضتهم على الاكونت بتاعي على الفيسبوك للتسلية مش اكتر. لقيت تشجيع كبير من صحابي، تشجيع من اهلي، على استغراب، يعني كانت حاجة جديدة شوية. حبيت الفكرة، بدأت اطورها، بدأت افكر ايه اللي ممكن اعمله اكتر يعجب الناس. نزلت صور كتير جدا في جروبات خاصة بالفنون، ومن كتر التشجيع ورد فعل الناس اللي انا لقيته بدأت اطور اكتر واعمل نماذج اكتر. مع الوقت طبعا شغلي اختلف تماما، البداية كانت حاجة زي كده. دي قطعة خشبية؟ دي قطعة خشب اهو، بس 2D، كأنها رسمة ملساء تماما. ودي كانت اول قطعة انا عملتها في الشغل بتاعي كله. بعد كده حاولت ان انا اطور الموضوع اكتر واعمل القطعة دي برضو يعني 2D على 3D كده، يعني بتفاصيل اكتر شوية من الاول. ومع الوقت الموضوع تطور اكتر لغاية لما وصلت ان انا اعمل ماكت 3D بالكامل من كل الجوانب. طبعا الموضوع خد سنين من التجارب وسنين من التدريب، تقريبا فضلت 2.5 سنين بتدرب مع نفسي، بجرب كتير جدا اعمل الماكت اكتر من مرة علشان اطلعه بشكل كويس. جربت كتير وغلطت كتير علشان اطلع الماكت بالشكل المطلوب. معظم شغلي 90% 95% خشب، الباقي الاجزاء بتبقى مثلا بلاستيك، ورق، قماش، معدن، جلد، اي حاجة، اي خامة ممكن حضرتك تخيليها، بحيث ان هي تخدم الماكت ويطلع واقعي لاكبر درجة ممكنة. تكلمنا ازاي بدأت والادوات اللي انت بدأت بيها. طيب بالنسبة للادوات في البداية خالص كانت قطر قلم، هي الاداة اللي انا ماسكها في دي يعني باختصار جدا هو قطر، وسنه حامي جدا ودقيق. دي اول حاجه اشتغلت بيها؟ دي اول حاجه خالص اشتغلت بيها. والفكره كانت جات لك ازاي؟ يعني انت جالك كده فكره ان تمسك القطر وتشكل، ولا جالك ازاي الفكره دي؟ هو انا محتاج اله حاده ان انا اكل بيها القطع الخشب اللي انا مش محتاجها. يعني فكره ال 3D بشكل عام ان انا بفرغ قطع الخشب اللي انا مش محتاجها وبسيب الاجزاء اللي انا عايزها علشان اطلع في النهايه الماكت ال 3D. تمام. فبدات ان انا اشتغل بالآلة دي. طبعا يعني كان الموضوع كله خد تجربة مش اكتر، يعني انا بجرب شوف الموضوع هيمشي ازاي. بعد كده انا لقيت الموضوع بياخد وقت كبير جدا وجهد كبير جدا، طب ليه ما يبقاش فيه آلة او موتور او اي اداة تانية كهرباء تحسن الجودة وتقلل الوقت اكتر. انتقلت بقى لحاجة زي كده، مثلا ده موتور اهو بيتغير القطعة اللي موجود، ده ظرف اسمه ظرف وده يد، بغير القطعة اللي موجودة في الطرف من هنا بأي قطعة من دول، وليكن قطعة زي دي مثلا بتركب
المكان هنا وتلف بسرعة عالية جدا فتبدأ تاكل في أجزاء الخشب اللي مش محتاجها. بالظبط كده. يعني الخشب انت مثلا بترسمها ولا يعني بترسمها بالقلم وتبتدي تفرغها، ولا انت بالحرفية بتقدر ان انت يعني تشكلها قطعة الخشب؟ لا من غير رسم خالص. يمكن انا ممكن حضرتك تستغربي من اللي هقوله، بس انا ما ليش علاقة بالرسم، ما بحبوش وما بعرفش ارسم تقريبا. فالموضوع كله تخيلي، انا بتخيل بيبقى قدامي رسمة او صورة للماكت اللي انا هنفذه وبتخيله 3D قدامي وبشتغل نحته حر، مفيش اي رسومات خالص. يمكن ممكن احدد بالقلم الرصاص الاوت لاين اللي انا هشتغل عليه، لكن انا ما برسمش رسمه اساسيه قبل ما اشتغل. دي مثلا يعني دي قطعه خشب خام. يعني دي ماكت برضو شغال عليه، فدي قطعه خشب خام. دي هتشكلها ايه؟ دي لسه بقى، دي هيبقى شخصيه برضو جديده شغال عليها. ومن غير رسمه، يعني انا ماليش، مش معايا حتى تصميم ليها، فهي حاجه كده من وحي خيالي شغال عليها، وان شاء الله تطلع بشكل كويس باذن الله. لو تحكي لنا كده عن الحاجات اللي بتساعدك في الشغل. انا شايفه ما شاء الله الورشه هنا متجهزه باكتر من جهاز كهربائي، فاحكي لنا عن الادوات دي، وانت ابتديت ازاي يعني تجمع الادوات دي وتعتمد على نفسك؟ يعني انت زي ما قلنا في البدايه انت ابتدات وانت لسه طالب في الدراسه. بالظبط كده، انا فعلا ابتديت وانا لسه بدرس في كليه الزراعه، طبعا مجال مختلف تماما عن المجال اللي انا فيه، لكن يعني حبي للفكره نفسها هي اللي اجبرتني ان انا ابعد تماما عن مجالي وكليه الزراعه وما اشتغلش بيها نهائي، وان انا يبقى ده شغلي الرئيسي اللي هو النحت. طيب حضرتك بتتكلمي على الادوات طبعا انا ما عنديش خبره في البدايه، ويعني ما فيش حد علمني مثلا، وما فيش فيديوهات على اليوتيوب تعلم اصلا الشغل ده. فزي ما قلت لحضرتك انا كنت بجرب، باخد التجربه، انا عندي فكره عايز انفذها، فايه الاداه اللي ممكن تساعدني في حاجه زي كده؟ فادور على الجهاز واشتريه واجرب بيه. يعني مثلا لو احنا بنتكلم في الاحجام الصغيره اللي زي كده، كانت البدايه دي، بعد كده تطورت لدي. طب انا عايز اكبر بالحجم اكتر زي كده او اكتر اكبر كمان، فبروح جايب اداه اضخم او اداه اقوى واعنف اشتغل بيها في النحت. فالموضوع كله كان مجرد اعرف ايه اللي انا محتاجه وبعد كده اجيب الاداه المناسبه. الادوات دي طبعا يعني في تكلفتها كنت بتدبرها من فلوس الشغل، ولا كانت يعني التكلفه الماديه كانت بتغطي ازاي؟ طبعا في الاول خالص انا كنت بدرس، فمفيش مصدر مادي من شغل، فاكيد اللي كان بيساعدني في حاجه زي كده، ويمكن يعني كويس ان احنا وصلنا للنقطه دي، ان انا لازم اذكر ان اللي وصلني للي انا فيه ده اولا كرم ربنا، ثانيا هو دعم اهلي، والدي ووالدتي الله يرحمهم، يعني وقفوا جنبي بكل ما تعنيه الكلمه، سواء دعم مادي سواء دعم معنوي وتشجيع. ففي البداية أكيد أي مصروفات أو أي فلوس كنت بحتاجها كانوا بيقفوا جنبي ويدعموني بيها. بعد كده بعد ما بدأت إن أنا يبقى ده شغلي ويبقى فيه مصدر بقى دخل من خلاله، فبدأت أطور الأدوات والشغل ده من خلال الدخل اللي بيجي منه. كلمنا على أنواع الخشب اللي أنت بتستخدمها. طيب بالنسبه لنوع الخشب، البداية طبعا انا كنت محتاج خشب يبقى ضعيف شويه علشان اعرف اشتغل بيه، وكمان انا ما كانش عندي خبره قوي في موضوع انواع الخشب ده في البدايه. في البدايه خالص، ففي البدايه مثلا ده خشب اسمه خشب ابلكاش، كلنا عارفينه طبعا. معروف، سهل في ان انا اشتغل بيه، كنت بقطعه حتى بمنشار الاركت اليدوي، مش محتاج اله ولا حاجه. بعد كده الموضوع لما احترفت الموضوع تطور مع الوقت، وبدات ابحث انا ممكن استخدم انواع خشب ايه تعلي من قيمه الماكت نفسه وشكله ويبقى معمر جدا بقى، يعني يبقى القطعه بتعيش كتير. بدات ان انا استخدم خشب اسمه بيتش باين. لو ترفع لنا. ايوه كده هات. ايوه ده خشب بيتش باين، او الاسم الدارج بتاعه الخشب العزيزي. تمام. ده مميزاته ايه؟ ده مميزاته طبعا لو انا يعني عايز اظهر ثمره الخشب نفسها، يعني ثمره الخشب دي اللي هي التعليجه الطبيعيه اللي في الخشب دي، فبعد ما بينتهي الماكت
بيطلع شكله تحفه جدا لو انا هسيبه من غير الوان. بيديك شكل طبيعي جدا للقطعه. بالظبط، بيديني شكل مميز واللون نفسه بيبقى اكتر من كده كمان، يعني دي قطعه لسه تحت وبيفضل على الوضع ده لسنين طويله على درجه اللون بيحافظ عليه. طبعا جدا يعني معمر جدا. بعد كده ده يعني خشب اقوى شويه اللي هو الخشب الزان. ده قطعه خشب زان برضو. طبعا برضو كلنا عارفين الخشب الزان معمر ازاي ومميز ازاي. دي بقى القطعه دي خشب ارض. كل دي بتبقى قطعه واحده زي كده. بتيجي قطعه انا بجيب قطعه كبيره، بعد كده بقطع القطعه على قد التصميم اللي انا هعمله. انا مثلا عايز اعمل شخصيه طولها 20 سنتي، اروح قاطع قطعه خشب طولها 20 سنتي. قطعه بتبقى مستطيله مربعه، قطعه مصمطه تماما، وابدا اشتغل عليها. فده الزان وده خشب الارض، وما زلت برضو بستخدم خشب الابلكاش في حاجه زي كده. ده بقى ما بيبقاش نحت، يعني ده ماكت زي ده مفرغ من الداخل. فده برضو خشب ابلكاش، يعني برضو من نوع كويس جدا. ده بقى يندرج تحت فن المصغرات مش فن النحت. يعني ده بتبقى قطع صغيرة وأجزاء وبتتجمع مع بعض، لكن حاجة زي كده بتبقى قطعة واحدة، قطعة مصمطة، وبفضل أفرغ فيها وأنحت فيها. يعني حضرتك القاعدة دي كانت دي ملزوقة فيها ولا دي قطعة؟ لا دي ملزوقة بقى. دي نوع مفرغ. خشب تاني كمان، يعني حضرتك لاحظتي هتلاقي إن ده نوع، والقطعة الأساسية اللي منحوتة دي نوع تاني خالص. تمام. يعني دي كده كانت القصه بتاعت نوع الخشب اللي انا بستخدمه، ولسه برضو انا بسعى ان انا الاقي انواع تانية مختلفه تعلي جوده القطعه اللي انا بنفذها وتعلي جوده الشغل اكتر. لو تكلمنا يعني عن التسويق، ده اهم حاجه يعني بيحتاجها اي حد بيأسس شغل خاص بيه. انت بتسوق ازاي؟ وهل بتشارك في معارض فنيه ولا لا؟ بالنسبه طبعا للتسويق، ف كلنا عارفين ان شغل الهاند ميد مش كل الناس بتبقى يعني على درايه بيه كافيه، ومش كل الناس بتهتم بيه قوي. فكره ان انا بعمل قطعه مميزه، قطعه مش موجود منها غير هي نسخه واحده بس في العالم، مش هقول في مصر، هي قطعه واحده في العالم. حتى لو عملت منها تاني فهي كل قطعه بيبقى ليها طابع خاص ويعني احساس خاص بيها هي بس منفرده بيه. فأنا بسوق شغلي بشكل عام على السوشيال ميديا لغاية النهاردة. أنا ماليش ستور أو ماليش مكان على أرض الواقع، أنا موجود على السوشيال ميديا فقط. وعلشان بقى أنزل وأشوف الناس ويشوفوني على أرض الواقع، فبدأت إن أنا أشارك في بعض المعارض اللي بتبقى مثلا مدعومة من الدولة، أو المعارض الخاصة اللي ممكن أشارك فيها أظهر اكتر للناس، والناس تنزل تشوف شغلي على ارض الواقع، ويعني يبقى ماسك شغلي وعارف هو هيطلب ايه في الاخر. لو تكلمنا يعني عن استفادتك كفنان من المعارض اللي نظمتها الدوله، مثلا انت كنت قلت لي قبل التسجيل انت كنت في معرض ادي مصر واكتر من معرض وكده، الاستفاده يعني لو تحدثنا عنها. طبعا المعارض دي بالنسبه لي حاجه مميزه جدا، ان انا بشوف الناس والناس تشوفني، واتعرف على فنانين كمان جنبي ممكن يبقوا مشاركين معايا في المعارض. فالمعارض دي فادتني كتير في ان انا ابقى موجود على ارض الواقع، ويبقى الناس بتتواصل معايا وبتشوف شغلي بشكل جيد. طبعا السوشيال ميديا كان ليها دور كبير جدا في تسويق شغلي، او ان شغلي يوصل لبره مصر كمان. يعني انا الحمد لله حاليا شغلي موجود في دول اجنبيه ودول عربيه بره مصر، وبسعى ان انا اطوره اكتر وان انا اوصل لاكتر من دوله كمان، ويبقى اسم نمنم براند عالمي سواء داخل مصر او خارج مصر. طيب بالنسبه للبدايه، طبعا كانت في اوضتي، يعني اوضتي الشخصيه اللي هي في الشقه الاساسيه دي، كانت الورشه بتاعتي. كنت عايش بقوم وانام في وسط الشغل ده من كتر حبي في الموضوع. بعد كده لما الفكره تطورت وبدات ان انا يعني خلاص ده مشروع وشغلي ومصدر رزقي، فقلت لا انا هخصص بقى مكان في شقتي اللي انا المفروض طبعا هتجوز فيها ان شاء الله، يعني اخصص فيها اوضه اعمل فيها ورشه خاصه بالشغل ده،
اضيف بقى المعدات بتاعتي واتوسع اكتر. ما هو اي مشروع يعني البدايه بتبقى بسيطه، بعد كده لازم يكبر ولازم يتوسع. ف بقيت موجود في الورشه المتواضعه اللي حضرتك شفتيها دي. طموحك في المستقبل؟ طموحي طبعا ان انا يبقى معايا ناس شغاله في المجال ده، لان انا حاليا القائم على المشروع بشكل كامل، فمحتاج ناس تبقى معايا شغاله اكتر. محتاج ان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا انتشر واتوسع اكتر وابقى موجود بشكل كبير داخل مصر وخارج مصر. طبعا رسالتي للشباب الاستمراريه، هي كلمه واحده انا بلخص بيها كل الرحله بتاعتي، ان انت مهما كان مستواك ضعيف، مهما كان انت لسه ما بتعرفش تعمل اللي انت عايز تعمله، استمر فيه. مهما كنت انت ضعيف في اللي بتعمله، استمر فيه. مع الوقت ومع التجربة ومع الخبرة هتوصل للي انت محتاجه وهتوصل للي انت عايز تعمله.